Bonjour mes amis, comment ça va? Notre leçon pour aujourd'hui est les unités, les dizaines et les milliers. Sabah khair, kif koun ya chatrin, darasna lyon bda ykoun an l'ahad wal ajarat wal uluf. Bdna na'mel revision l'ahad wal ajarat w bdna na'mel revision kamen lal uluf. Nahna kunna khadna mbarih an al uluf, lyon bdna nerja nakhod an al uluf, an al milliers. هلا خلينا نبلش مع بعض. أول شيء بدنا نبلش لزينيتي لديزان يعني الأحاد والعشرات. لزينيتي يعني الأحاد. مثلا هون عندنا تفاحة اون اونيتي يعني تفاحة وحدة. لما بيكون عندنا اثنين حبتين بوزة مثل هون بيكون عندنا دو اونيتي. هون عندنا ثلاث أقلام رصاص بيكون عندنا تروا اونيتي، ثلاث اونيتي. هون عندنا أربع شمعات بيكون عندنا كاتر بوجي يعني أربع اونيتي. طيب هون عندنا خمس لوائح شوكولا يعني 5 يونيتي، خمس لوائح شوكولا يعني 5 يونيتي. طيب هون عندنا ست حبات بونبون يعني بكون عندنا 6 يونيتي، 6 يونيتي. طيب خلينا ننتقل لهون، عندنا سبع كتب ست ليفر يعني يكون عندنا ست يونيتي، ست يونيتي. هلا بننتقل لهون، عندنا 8 كادو يكون عندنا 8 يونيتي مثل ما شايفين بالصوره، 8 يونيتي، 8 يونيتي يعني 8 احاد يعني 8 كادويات. طيب خلينا ننتقل لهون، هون عندنا 9 قطع من المجوهرات يكون عندنا 9 يونيتي مثل ما شايفين، كل حبة هي قطعة من المجوهرات يكون عندنا 9 يونيتي. هلا بدنا ننتقل لديزان، لديزان يعني العشرات، العشرات. طيب خلينا نبلش هون، هون عندنا 10 حبات فريز، 10 حبات فريز يعني اون ديزان، لأنه قلنا كل 10 يونيتي، كل 10 يونيتي بشكل اون ديزان. هلا هون عندنا 10 يونيتي، 10 حبات فريز يعني بكون عندنا اون ديزان، 10 يونيتي ايجال اون ديزان يعني كل 10 يونيتي بشكل 10 وحده اون ديزان. هون عندنا اون ديزان دو بونبون يعني عندنا 10 حبات بونبون، 10 حبات بونبون، 10 يونيتي من البونبون بشكل اون ديزان دو بونبون. هون عندنا اون ديزان دو كريون يعني عندنا 10 يونيتي من الاقلام بكون عندنا اون ديزان دو كريون. هلا بدنا نبلش بالميلي. قلنا امبارح انه الميل يعني الالف، والالف بتشكل 10 سنتين وبتشكل 100 ديزان وبتشكل 1000 يونيتي. هاي هون عندنا 1000 يعني هون عندنا 2000 يعني محل المليه بيكون فيه 2 بكون عندنا 2000. هون عندنا 2000 يعني عندنا 2000 يعني عندنا 0 يونيتي، 0 ديزان، 0 سنتين و2 مليه يعني بخانة المليه في رقم 2، رقم 2. طيب خلينا ننتقل لهون، هون عندنا 3000 يعني بخانة اليونيتي عندنا 0، بخانة الديزان عندنا 0، بخانة السنتين عندنا 0، وبخانة المليه عندنا 3، رقم 3 رقم 3 يعني بكون عندنا 3000 يعني 3000، 3000 يعني فينا نقول انه 3000 هي 3000 يونيتي وهي 300 ديزان و30 سنتين. هلا هون في عندنا 4000، 4000 يعني 4000، ال 4000 بخانة المليه بيكون في 4، بخانة اليونيتي بيكون في 0، وبخانة الديزان بيكون في 0، بخانة سنتين بيكون في 0، بخانة المليه قلنا بيكون في 4، بيكون في 4. هون عندنا 5000، 5000 بخانة الزيرو في، بخانة اليونيتي في زيرو، بخانة سنتين ديزان في زيرو، بخانة سنتين في زيرو، بخانة المليه في 5، في 5 يكون عندنا 5000 يعني 5000. طيب خلينا ننتقل لهون، هون عندنا 6000 يعني بخانة اليونيتي في زيرو في صفر، وبخانة الديزان في صفر، وبخانة السنتين في صفر، اما بخانة المليه ففي 6، في 6 بكون عندنا 6000، 6000. هلا خلينا ننتقل لهون، هون عندنا 6000، 6000 بخانة اليونيتي في 0،
بخانة ديزان في زيرو، وبخانة سنتين في زيرو، بخانة الملية في ست في رقم سبعة. يكون عنا ست، ست ميل يعني سبعة آلاف. طيب خلينا ننتقل الآن، ها عنا ويت ميل، ويت ميل يعني 8000. يكون عنا بخانة ال يونيتي في عنا زيرو، بخانة الديزان في عنا زيرو، بخانة سنتين في عنا زيرو، أما بخانة الميليه فبيكون عنا ويت، رقم ويت، رقم 8، بيكون عنا ويت ميل يعني 8000. ويت ميل يعني 8000. طيب هون عنا ناف ميل، ناف ميل يعني 9000، يعني بخانة زيرو، بخانة اليونيتي عنا زيرو، بخانة الديزان عنا زيرو، بخانة سنتين عنا زيرو، أما بخانة الميليه فعنا ناف، عنا 9. يكون عندنا 9 ميل، 9000. هلا في عندنا هذا دفوار بتكون تعملوه بالبيت وبتكون تبعتوه للمعلمه. في عندنا اعداد ف مؤلفه من يونيتي ومن ديزان، بتكون تقسموه انتم، بتكون تقولوا لي قديش في يونيتي وقديش في ديزان. يعني مثلا اول شيء عماله الشمال في عندنا 42، 42 مؤلفه من 2 يونيتي 4 ديزان، بتكون حطوا بخانه اليونيتي 2 بخانه ديزان 4. وهلا اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس منيح. اورفوار.